هل ده بيدي منافسة؟ طبعا ده طبيعي، لكن في نفس الوقت علاقتكم عاملة ازاي مع بعض؟ بتستفيد منه ازاي؟ هو بيكلمك ازاي؟ بيقول لك ايه؟ اتخانقتوا كم مرة مع بعض؟ زي ما بنسمع يعني. انا بكلمك بمنتهى دايما، انا يعني وعدت الناس ان انا اتكلم في كل حاجة، بكل اي حاجة هم الناس بتسأل فيها انا بسألها لك. يعني انا والكابتن احمد فتحي، يعني انا بقالي 5 سنين في الدرجة الاولى، هو احنا ما فيش حاجه اسمها خناقه، دي ما حصلتش يعني خالص. لا خالص، يعني هو من الشخصيات المحترمه جدا 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 يعني اللي انا قابلتها في حياتي، ومن اطيب الناس اللي انا فعلا شفتها في حياتي، والناس اللي بتحب الخير للناس، يعني مع ان انا مثلا بكرهيت وهو بكرهيت، لا هو يساعدني، يقول لي مثلا لو انا لعبت ماتش في حاجه مثلا حصلت في الماتش، يقول لي لا انت المفروض كنت عملت كذا، المفروض خلي بالك من كذا. لا حقيقه هاني ولا بتقول كده؟ عشان انت اقسم بالله، انا بقسم بالله، لا هو ده كل ده بيحصل فعلا. بيتكلم معايا خلي بالك من كذا، انت المفروض كنت عملت كذا. لا يعني فعلا انت من بتاخدها الناس. ازاي؟ لا انا ببسط جدا ان واحد زي كابتن احمد فتحي يقول لي الكلام ده. يعني كابتن احمد فتحي يعني مهما اتكلمت هو اسم كبير جدا ولاعيب كبير جدا وشخصيه بعيدا عن الكوره، شخصيه محترمه جدا، والفرقه كلها يعني الناس كلها بتحبه بصراحه. يعني راجل محترم، راجل مخلص لشغله جدا، يعني بيأدي باقصى ما عنده. انا كواحد، انا يعني افتخر في يوم من الايام ان انا كنت انا والكابتن احمد فتحي في مكان واحد وبتعلم منه 5 سنين. لا خدت منه خبرات كبيره جدا بصراحه. وباسم برضو نفس الكلام، يعني باسم كابتن باسم علي فراش لعيب كبير جدا بصراحه. كابتن اسلام بيرقص حلو بالمناسبه. لا هو من اطيب فعلا الشخصيات برضو. جميل بس. يعني احنا بصراحه احنا الثلاثه مع بعض يعني في حب بينا وفي صداقه وفي احترام بصراحه. يعني انا من اكتر الناس اللي انا بحبها في الفرقه جدا كابتن احمد فتحي وكابتن باسم علي، الاثنين بصراحه حاجه كبيره جدا، واي حد يتعلم منهم ان هم يبقوا موجودين. يعني علي مع